اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى اقلام جديد، حيث نرصد في ابرز ما كتبت الصحف العراقيه والعربيه، ونبدا من ابرز العناوين. نقرا في موقع الهيئات البنتاغون: تعترف بمقتل واصابه 668 مدنيا خلال سنه واحده بسبب ضرباتها الجويه على اربع دول من بينها العراق. ونطالع في المدى: بعد انقطاع شبه تام الكهرباء تدعو المواطنين لترشيد الاستهلاك. ونتصفح في كتابات وزير الكهرباء: العراقي يقر بالفشل في توفير الطاقة للمواطنين. ونقرأ تحت عنوان في الجزيرة نت: تجنيس سري يثير عاصفة غضب في لبنان. وطالع في العربي الجديد: الصدر يستقطب حلفاء المالكي، رفع الخطوط الحمراء عن الفتح. ونقرأ في القدس العربي: إسرائيل تقصف مواقع لحماس في غزة بعد إطلاق صواريخ من القطاع. ونقرأ أخيرا وليس آخرا في الحياة: مساع لاحتواء الاحتجاجات في الأردن وعبد الله الثاني يجتمع بمجلس السياسيات. أهلا بكم. عقد القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين ندوة لبيان موقف الهيئة من العملية السياسية والانتخابات التي جرت مؤخرا في العراق. استضاف فيها الأمين العام الدكتور مثنى حارث الضاري بحضور ممثلين عن القوى الوطنية المناهضة للعملية السياسية. وأشار الدكتور الضاري إلى أن الهيئة تركت الفرصة واسعة للجميع ممن تكلموا وعبروا بالتدليس والكذب والتبرير لتظهر الحقيقة واضحة للشعب العراقي، منوها بأن الهيئة تعمدت عدم بيان موقفها قبل الانتخابات حتى لا يتخذ ذريعة أو حجة لتبرير الفشل الذي منيت به القوى السياسية بحسب بيان نشره موقع الهيئات. وفي هذا السياق أعلن الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق إعادة تفعيل مشروع الميثاق الوطني بالتعاون مع القوى الوطنية المناهضة للعملية السياسية، مؤكدا أن هذا المشروع لم يتوقف وإنما أرجئ لما بعد الانتخابات، لأن الساحة العراقية والعربية والإقليمية لم تكن مهيئة لذلك، فضلا عن وجود مخاوف من الإعلان عنه قبل الانتخابات لاعتبارات عديدة. وأكد الدكتور مثنى الضاري أن محاولات إسقاط الأسماء والعناوين والقيم الوطنية مستمرة، وأن القوى المناهضة للعملية السياسية تؤمن بأن المحافظة على الثبات والمصابرة والمطاولة من أجل المبدأ ليس بالأمر الهين، ولكنها تنطلق من واجب شرعي ووطني وأخلاقي فضلا عن كونه واجبا إنسانيا. ودعا الأمين العام الدول العربية الشقيقة والدول الإقليمية المعنية بالشأن العراقي باستثناء إيران إلى أن تستمع إلى وجهة نظر القوى الوطنية المناهضة للعملية السياسية لمعرفة وجهة النظر الحقيقية للشعب العراقي، مشيرا إلى أن العراقيين قالوا كلمتهم بشأن الانتخابات وعبروا عن موقفهم منها بالمقاطعة والرفض، وبات من اللازم على هذه الدول أن تعرف الرؤية الصحيحة لحقيقة المشهد العراقي من خلال القوى الوطنية. طبعا في ختام الندوة تحدث ممثل القوى الوطنية المناهضة للعملية السياسية عن تطابق وجهات النظر بينها وبين هيئة علماء المسلمين، ولا سيما في الموقف من العملية السياسية ومشاريع الاحتلال في العراق، معربين عن مصادقتهم على مشروع الميثاق الوطني الذي يعد ركيزة أساسية في مسار العمل من أجل تحرير العراق واستعادة حريته وسيادته. تبدل وتغير الأحزاب والكتل في العراق آراءها قبل الانتخابات، وهناك الشعارات أيضا التي كانت تردد من قبلهم وفي مقدمتها الزهد والابتعاد عن السلطة وتشكيل معارضة برلمانية أو تشكيل حكومة ظل لمراقبة السلطة التنفيذية. هذه الشعارات وبقدرة قادر اختفت، والمراقب للأحداث والتحركات يجد أن هؤلاء ولا أستثني واحدا منهم هم الأكثر طمعا بالسلطة ومغرياتها، وفي
في مقدمتها النهب والنصب والتسلط والاستغلال، واعتبار الإنسان العراقي الوسيلة للوصول لهذه السلطة، حيث سمعنا عن الحوارات واللقاءات والتناغم بين القادة وربما حتى التفاهم بين أعداء الأمس بحسب الكاتب علي الشاعر في مقال بصحيفة الزمان العراقية. في الوقت الذي ينشغل أبناء العراق بما حصل لمجزرة قتل أحلامهم وسرقة أمنياتهم من خلال التزوير الواضح للانتخابات، نجد هؤلاء الساسة يتسابقون من أجل إعلان الكتلة الأكبر وما كان لها من لون أو طعم أو توجه أو هدف للمتسابقة ومن يكون في هذه الكتلة، مادام الهدف الأول تشكيل حكومة اللفط الوطنية العابرة للقارات والمحيطات وحتى الأودية والمستنقعات وما أكثرها في عراق ما بعد التدمير. الغريب في الأمر أن هؤلاء يختلفون في كل شيء ومهما كان ويتفقون على كل شيء يضمن مكاسبهم ومصالحهم الشخصية، بعد إن كانت حزبية وقومية وحتى مذهبية. إذن الأمر واحد بين الوجوه التي تختفي خلف الألوان من أجل التجميل والظهور بالمظهر اللائق أمام الناس، وبين الوجوه والنيات التي تختفي خلف الشعارات بأساليب رخيصة مفضوحة تهدف لسرقة ومص دم الإنسان. هؤلاء الساسة هم يختلقون ملايين الأعذار الواهية، ولكنهم عجزوا عن إيجاد مبرر لفشلهم الذي استمر طوال 15 عاما وما زال، وفي مقدمة تلك الأعذار حماية العملية السياسية وعدم عودة البعث. الكاتب ختم مقاله بالقول: هؤلاء الساسة عجزوا عن إيجاد مبرر لفشلهم الذي استمر طوال 15 عاما. في خضم التنافس الحاصل من أجل الخروج بصيغ جديدة بالنسبة للكتل السياسية والتسابق على من سيشكل الحكومة ومن سيكون في المعارضة وما هي صيغ التقارب والتباعد بين الجميع وتوجهاتهم، وأيضا في هذا التسارع والاستقتال نجد الشغل الشاغل لهذه الكتل كيفية البقاء وبشتى الطرق حتى وإن كانت رغما عن رغبة المجتمع والشعب. هكذا يرى الكاتب أثير ناظم الجاسور في مقال له بصحيفة المدى عن مستقبل العملية السياسية في العراق. كوارث الأحزاب كثيرة وفي شتى المجالات، لكن ما يحصل من تدهور ملحوظ في الخدمات وتحديدا في المنظومة الكهربائية، فبالرغم من ارتفاع درجات الحرارة التي يشهدها العراق في هذه الأيام، لكنها ليست بالقدر الذي تجعل من منظومة الطاقة الكهربائية تتهاوى بهذا الشكل الذي يعكس مدى فشل حكام العراق الذين جعلوا منه بقعة خريبة يضرب بها الأمثال لما يحمله من بؤس. اليوم المواطن العراقي يدفع ضريبة هذا الفشل والإهمال، يدفع ضريبة الفساد وسياسة التابعين. فبعد أكثر من 15 عاماً وتحديداً في عام 2018 لا يزال المواطن العراقي يبحث عن أساليب بدائية إذا ما قورنت بالآخرين من أجل أن يحيا بحياة دون العادية حتى وإن لم تكن كريمة. تراكم الأزمات لم تترك للمواطن إلا خيار التعايش مع الأوضاع، على الرغم من أن هذا الخيار يمثل أكثر الخيارات سلبية في حياة الشعوب، فنجد في مجالات شتى أنه بات عاجزاً حتى عن المطالبة بحقوقه. شر البلية ما يضحك، إنما تم إنفاقه من قبل المواطن العراقي لحصوله على الطاقة الكهربائية ابتداء من الأسلاك التي يستخدمها لتوصيل الكهرباء لمنزله عبر المولدات الأهلية، انتهاء بالأجور التي يدفعها لهذه المولدات كفيلة بأن ننشئ محطات كبيرة تضيء العراق كله وليست بغداد فقط. وما تم سرقته من قبل أحزاب الخراب الذليلة من أموال كفيلة ببناء عراقات وليس عراق واحد. لا يبالغ من يعتقد أن غياب التيار الكهربائي يؤدي إلى انهيار الاجتماعي والعديد من الأمراض النفسية والخمول الفكري والعقلي، وهذا ما يحصل حقيقة في العراق بحسب الكاتب فراس الغضبان الحمداني في مقال له بموقع الكتابات. أشارت إحدى الدراسات إلى أن 70% من أساتذة الجامعات يتخلون عن البحوث العلمية أيام الصيف لعدم وجود تيار كهربائي يؤمن لهم راحتهم أسوة بسكان المنطقة الخضراء.
وتشير بعض الإحصائيات إلى أن العديد من حالات الاكتئاب النفسي وسوء الأوضاع الجسدية للمصابين بمختلف الأمراض لعدم تمتعهم بساعات نوم عميقة بسبب موجات الحر وافتقادهم للطاقة الكهربائية. وبرغم كل هذه الحزمة من المشاكل، ما زالت الحلول هامشية وترقيعية. لقد أنفقت الحكومة العراقية عشرات المليارات من الدولارات لبناء محطات توليد كهربائية هي أشبه بطواحين دون كيشوتا، فهي مجرد مراوح تصدر جعجعة فارغة لا نلمس منها إنتاجا، بل نرى بالعين المجردة مليارات تختلس وتهرب إلى الخارج، ولصوصا ما زالوا يتمتعون بكامل الحرية وهم بعض قادة هذا الميدان. ويبدو برغم مرور 15 عاما وصرف المليارات أن الكهرباء الوطنية التي لم تعد وطنية هي لم ولن تأتي ما دام الفساد غطى بعض عقودها. وهذا ما دفع جهات أخرى للقيام بمناورة جديدة للتستر على هذا الملف، تمثل في فتح أبواب هدر جديدة وحلول ترقيعية تمثلت باستيراد مولدات صغيرة ستطيل من عمر الأزمة. وربما الأمر لا يخلو أيضا من صفقات مع أصحاب المولدات، وهذا الأمر يعد من سخريات القدر أن نترك الحلول الجذرية ونبحث عن حلول وهمية. ويضيف الكاتب: ولهذا فإنني لن أتردد إطلاقا في أن أرفع صوتي لتأييد من أطلق النداء وطالب الشعب العراقي بالاحتجاج على استيراد هذه المولدات والمطالبة بمولدات عملاقة لإنتاج الطاقة الكهربائية. وفي الختام يقول الكاتب: لا تتعجبوا من كهرباء آخر زمان. ما أسباب إلغاء قمة كيم وترامب؟ يجيب الكاتب راميش ثاكور، مساعد سابق للأمين العام للأمم المتحدة، حيث يقول في موقع الجزيرة نت: أعتقد أن قوة كيم النووية هي من أجبرت ترامب على قبول القمة دون شروط مسبقة، وأنها جعلته ندا قويا لترامب كرئيس دولة، وظن أنه قادر على استكشاف طرق محتملة لنظام سلام بفضل الحصانة التي وفرها السيف النووي لكوريا الشمالية ضد الهجمات الأمريكية. اعتقد كيم أن قوته النووية أجبرت ترامب على قبول القمة دون شروط مسبقة، وأنها جعلته ندا لترامب كرئيس دولة، وظن أنه قادر على استكشاف طرق محتملة لنظام سلام بفضل الحصانة التي وفرها السيف النووي لكوريا الشمالية ضد الهجمات الأمريكية دون قصد تسبب رئيس كوريا الجنوبية مون جي إن، الذي يعود إليه الفضل الأول في التطورات الأخيرة فوق شبه الجزيرة الكورية في إذكاء هذه الحالة من سوء الإدراك. بنسب الفضل في القمة التي عقدها مع كيم إلى سياسة الضغط القصوى التي يمارسها ترامب تجاه الشمال، إذ اعتبر هذا نوعا من التملق من جانب مون، وبتأييده اعتقاد ترامب بأن العقوبات الصارمة تخضع الدول لإرادة أمريكا، وهو اعتقاد يخدم مصالح ترامب فقط. اكتسب مون غطاء سياسيا من صقور السياسة الخارجية الأمريكية المستائين من مفاتحاته الدبلوماسية مع كيم. ومما يؤسف له أن تأييد هذه الرواية شجع المتشددين الأمريكيين المحيطين الآن بترامب على إقناعه بالخروج من الاتفاق النووي مع إيران. ولو نظرنا في مدلول هذه الخطوة بالنسبة لكيم الذي يتوقع أن يستمر حكمه لعقود، لوجدنا أن إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران تؤشر لاحتمال إلغاء أي اتفاق مبرم مع إدارة ما من الإدارة التالية دون عقوبات. أما السيناريو الأفضل الذي قد تأمله بقية دول العالم رغم ضآلة فرص تحققه، فيتمثل في الحفاظ على عملية دبلوماسية مع وجود قنوات للاتصال الواضح والدقيق. وقد يكون هناك هدف متواضع لا يتعدى التوصل لاتفاقية للإبقاء على مستويات القدرة الحالية لبرنامج كوريا الشمالية النووي والصاروخي. لن يتجرأ النظام السوري على خوض المعركة منفردا في درعا، وستتحول المنطقة المنخفضة التوتر إلى التي هي مركزها مدينة درعا مع مرور الوقت إلى منطقة آمنة بالكامل. وهنا يأتي دور المعارضة المسلحة وفصائل الجنوب بتمكين مكتسبات الثورة والتفاوض بقوة في ضوء وجودها الأصيل في المنطقة منذ بدايات الثورة. بحسب الكاتب مرح
البقاع في الحياة اللندنية. لماذا تنسحب إيران الآن من مواقع دفعت الكثير مادياً وبشرياً للاستيلاء عليها وفض نفوذها من خلالها وبالقوة على سوريا؟ وهل لتوقيت الانسحاب أسبابه أيضاً في ظل تعاظم الحصار الدولي والإقليمي على إيران الذي نتج عن خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني والعقلة الاقتصادية التي تمر بها أوروبا نتيجة لذلك الانسحاب؟ وهل ستكون أوروبا بيضة القبان التي ستكسر العقد العالمي مع طهران بهدف لجمها في شكل قطعي ونهائي عن مطمعه العسكري النووي الذي تريد اتخاذه سلاحا للسيطرة على منطقة الشرق الأوسط برمتها؟ من نافلة القول أن إيران أدركت بسرعة أن دخولها في معركة في الجنوب السوري سيحفر قبرها بيدها، لا سيما في ظل احتمال كبير لوقوف روسيا على الحياد وعدم مساندتها النظام في المعركة المفترضة. لذا سرعت إيران إلى إبرام المحادثات والتفاهمات لتقليص خسائرها في سوريا بالقدر الممكن والاحتفاظ بما تبقى لها هنا وهناك، لا سيما فيما تعتبره منطقة نفوذ استراتيجي لها في محيط دمشق وجبال القلمون. فصل المقال يكمن في شبكة حسابات روسيا المعقدة مع الولايات المتحدة والغرب الأوروبي، تلك الحسابات التي تريد موسكو دفع أقل التكاليف لتسديدها، لا سيما في عقدة مشكلاتها معهم وهي ضمها لشبه جزيرة القرن، فهي للسبب الآن في الذكر تقترب أكثر فأكثر من أمريكا وأوروبا وتنأى بنفسها عن إيران. أهلا بكم جديد. أظهرت دراسة أن الفحص الشامل للدم ربما يكشف عن أكثر من 10 أنواع من السرطان قبل أشهر أو ربما سنوات من ظهور أعراض المرض، وهو ما يجعل فرص علاجه أكبر. وذكرت مجلة نيوزويك أن فحص الدم الشامل يعرف بالخزعة السائلة لأن عينة الدم تؤخذ من الشخص بدلا من عينة الأنسجة، ويستخدم في عملية الخزعة السائلة 3 اختبارات للبحث عن بصمات الحمض النووي في دم المريض التي تسمى DNA التي تظهر وجود أنواع مختلفة من السرطان، ويتوقع أن تظهر نتائج الفحص خلال 2 أسبوع من تسليم عينة الدم كما ورد في صحيفة Independent. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير.
إلى اللقاء.